مالك نايم على نفسك كده ليه؟ أنا صايم مش قادر. سيبني دلوقتي أنا عايز أنام. هو أنت عشان صايم ننسى البرمجة بقى خلاص؟ نسيبها؟ ننساها مثلا؟ نرميها الزبالة مثلا ولا إيه؟ مش فاهم. هتفهمني؟ أعمل إيه يعني؟ أنا أقول لك تعمل إيه؟ انزل يلا يا ابني الإنترو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم البروجرامرز؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. حبيت اعمل حاجه مختلفه محدش اتكلم عنها قبل كده وهي البرمجه في رمضان. ناس كتير من البروجرامرز خاصه المبتدئين بيطنشوا البرمجه في رمضان، السبب ايه ما اعرفش، لكن ازاي نخليهم يطنشوا البرمجه؟ في الفيديو ده هقول لك على خريطه يوميه بصفتك مبرمج تمشي عليها، وهي مش ثابته لكن انت ممكن تغير فيها حاجات بسيطه. لو انت اول مره تتفرج عليا ما تنساش تشترك في القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو. زي ما انت عارف وانا عارف اننا في رمضان بنبقى تعبانين جدا ومرهقين ومش عارفين ننظم وقتنا وعايزين ننام طول الوقت، لكن عيب عليك انت كبروجرامر ما تبقاش عارف تنظم وقتك. سيب الكلام ده للناس التانيه، الناس الفاضيه، انما انت كبروجرامر لازم تكون منظم وقتك في اي وقت، في رمضان او غير رمضان، في اي وقت لازم تكون انت كبروجرامر منظم وقتك اللي تتعلم فيه وتزود فيه مهاراتك، تتعلم وتطبق وتعمل مشاريع والكلام ده كله. كفايه راجل حد كده، ويلا بينا نبدا في الخريطه اللي المفروض تمشي عليها انت كمبرمج في رمضان. الخريطه بتاعتنا هتبتدي من بعد الفجر. انت خلاص اتسحرت وصليت الفجر وكل حاجه تمام. الوقت بعد الفجر ده بيبقى فيه بركه بطريقه رهيبه، مش عايز اقول لك يعني الوقت ده بتحس ان الساعه 20 ساعه، مش عارف انت جربت الاحساس ده ولا لا، لكن الوقت اللي بعد الفجر ده بيبقى وقت فيه بركه كبيره وكامل تركيزك بيبقى في الوقت ده. يعني انت اي حاجه بتعملها مش في البرمجه بس، اي حاجه انت عايز تركز فيها استغل الوقت من بعد الفجر. نرجع بقى في البرمجه، انت خلاص صليت الفجر كل حاجه تمام زي ما انا قلت لك، تبدا بقى من الساعه 4 او من بعد الفجر عموما يعني لحد الساعه 8. هتقول لي اعمل ايه في الوقت ده يعني؟ فانت على سبيل المثال بتتعلم مثلا لغه جديده ومش ثابته لسه في دماغك ولسه طايره كده في دماغك، مش عارف تفهم الكونسيبت بتاعها وبتعمل ايه وامتى تستخدمها بالظبط والكلام ده كله. فحاول تستغل الفتره من بعد الفجر ديت انك تتعلم الحاجات المعقده او اللي هي صعبه في دماغك او اللي انت مش قادر تستوعبها، او عشان عقلك في الوقت ده بيبقى مستوعب كل حاجه، مستوعب اي حاجه مهما كانت صعوبتها. حتى لو كانت انت كنت اتعلمتها قبل كده ولسه مش ثابته او ما فهمتهاش كويس، فحاول انك تتعلمها في الوقت من بعد الفجر ده. فعلى سبيل المثال انت خلاص من الساعه 4 من بعد الفجر يعني لحد الساعه 8 او 9 الصبح. الاربع ساعات دولت حلوين جدا، لو انت فعلا قعدت من بعد الفجر لحد الساعه 8 او 9 ده جميل جدا، وده اول جزء في يومك في رمضان بصفتك مبرمج. خلصت خلاص الساعه 8 او 9 نام. ايوه نام. في الوقت ده بقى حاول تريح في جسمك عقلك الكلام ده كله. نمت مثلا من الساعه 9 لحد الظهر، فانت خلاص صليت الظهر. الوقت من بعد الظهر للعصر في الوقت ده تركيزك بيبقى عالي شويه، يعني مبقاش 0% يعني تبقى عندك شويه تركيز. فحاول الوقت من بعد الظهر لحد العصر انك تطبق فيه اللي اتعلمته الصبح، اتعلمت اي حاجه في اللغه اللي انت بتتعلمها مثلا من الصبح وكل حاجه تمام، حاول في الوقت ده بقى انت تطبق، بقى تعمل شويه تاسكس كده لنفسك، مشاريع صغيره عن اللي انت اتعلمته علشان ما تنساهوش والكلام ده كله. فمن بعد الظهر يعني مثلا لحد العصر قول 3 ساعات مثلا، على سبيل 3 ساعات او 3 ساعات ونص، حلوين قوي انك تطبق فيهم بطريقه رهيبه. يعني انت لو طبقت 3 ساعات دولت احب اقول لك المعلومه اللي انت اتعلمتها الصبح ديت عمرها ما تروح من دماغك. وده كان تاني جزء في يومك كمبرمج في رمضان، انك تطبق من بعد الظهر لحد العصر على اللي اتعلمته الصبح. خلاص طبقت كل حاجه تمام وصليت العصر، الوقت ما من بعد العصر لحد المغرب ما انصحكش انك تتعلم او تعمل اي حاجه فيه، عشان فعليا انت بتكون هنيت بمعنى كلمه هنيت. ولو حاولت انك تعمل اي حاجه في الوقت ده صدقني مش هتستفيد باي حاجه، واي حاجه تتعلمها هتدخل من هنا هتطلع من التانيه. فانسى انك تعمل اي حاجه في الوقت من بعد العصر لحد المغرب. حاول الوقت ده تستغله في ايه؟ تقرا شويه قران، تروح الجامع شويه. فانت حاول الوقت من بعد العصر لحد المغرب ما تعملش فيه اي حاجه، وما تحاولش انك تعمل فيه، عشان صدقني
هيبقى على الفاضي وهتضيع وقت على الفاضي. فحاول زي ما قلت لك انك تقرا شويه قران، تروح المسجد شويه، الكلام ده كله. فطرت وريحت جسمك، كل حاجه تمام، رحت صليت التراويح. وندخل بقى على الجزء الاخير من يومك كمبرمج في رمضان، الفتره من بعد التراويح لحد الساعه 12 او 1. تعمل في ايه؟ انسب حاجه انك تعملها في الوقت ده انك تطور من مهاراتك شويه كمبرمج. على سبيل المثال تتعلم الجيت والجيت هاب، ازاي تتعامل معاهم، ازاي تتعامل مع الاي بي اي، الكلام ده كله. حاول تطور من مهاراتك انت كمبرمج عشان تزود من قيمتك في سوق العمل. فحاول تستغل الوقت ده انك تزود من مهاراتك وتقرا مقالات وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. ولو مثلا كنت علمت لغه مثلا زي بي اتش بي وفي حاجات جديده نزلت لها فتعلمها وشوف ايه الجديد في اللغه والكلام ده كله. او ممكن برضو تطبق فيه براحتك لو انت ما عرفتش تطبق من بعد الظهر، او ممكن تتعلم حاجه جديده وبس. ودي الخريطة اللي انا شايفها مناسبة ليك انت كمبرمج. ممكن الخريطة دي تغير فيها براحتك على حسب اهتماماتك والحاجة اللي انت بتعملها، فديت يعني مش حاجة ثابتة، انت ممكن تغير فيها على حسب اهتماماتك. بس اهم حاجة تركز على الوقت اللي انا قلت لك تتعلم فيه، يعني الفترة من بعد الفجر لحد الساعة 8 او 9، والفترة من بعد الظهر لحد العصر، والفترة من بعد التراويح لحد الساعة 12 او 1. حاول في الوقت ده انك تعمل فيه كل حاجة انت عايز تعملها بصفتك مبرمج. يا رب تكون استفدت. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل شير مع الناس المهتمية ولايك للفيديو. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.